أمام سياسة هدم المنازل بذريعة البناء غير المرخص والتي عادت إلى الواجهة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، لم يعد أمام فلسطيني 48 سوى إعلان الإضراب والاحتجاج السلمي، فالسلطات الإسرائيلية تحول دون تنظيم بلداتهم والبناء على أراضيهم وتضع شروطا معقدة لتوسيع البلدات العربية. نحن كقيادات عاجزون عن العمل والتصرف، لا صلاحيات لنا في هذا الأمر. الصلاحيات المتاحة لنا إعداد الخرائط بنخبة من المهندسين والعمل الدؤوب عليها وتقديمها للجهات المختصة، وهناك مربط الفرس كما يقولون. لكن إعلان الإضراب والخطوات الاحتجاجية التي ستعقبه إجراءات من وجهة نظر الشيخ شحادة أبو عرار لن تغير الكثير في واقعه الذي عايش فيه تجربة هدم السلطات الإسرائيلية 4 منازل كان يفترض أن تأوي أبناءه الذين استقر بهم الحاج شحادة في قلنسوة بعد أن غادر النقب، حيث استولت السلطات الإسرائيلية على معظم أراضيه هناك بذرائع مختلفة. جابوا الورقة يوم الحد، قال حطوا لكم حامل معكم 40 يوم 45 يوم، شتدبر حالك وكذا كذا. جابوه يوم الحد، غابوا عنه يوم الاثنين، والبارح الصبح بدري كانت القوات عندها يوم، والله مهطنا ولو مسكر من عند السفلت من شمال من قبل غرب والله من فوق ال 200 سيارة، وكل قوة إسرائيل جاية علينا. عارفنا الحرب احنا حكومة. موجة هدم المنازل الأخيرة عززت حالة الترقب لدى فلسطينيي 48 الذين يخشون أن تستمر عمليات الهدم في بلداتهم الأخرى في ظل عدم تجاوب السلطات الرسمية مع مخططات توسيع مناطق نفوذ تلك البلدات. نحو 50,000 منزل بنيت من دون ترخيص في أراضي 48 لتبقى مهددة بالهدم كلما أرادت حكومة اليمين إرضاء جمهورها. شيرين يونس، سكاي نيوز، من مدينة قلنسوة.